حياكم الله متابعين الكرام، معنا رجل الأعمال علي بن خفير المسعد. كان اللقاء اليوم عن قصة طموح. حياك الله يا شيخ علي، ويا ليت تتحدثنا عن هذا اللقاء ورؤيتك إن شاء الله للأيام القادمة. اللقاء في وجهة نظري كان جميل بوجودكم حقيقة، وحقيقة يعني كنت فعلا أبغى يكون في هذا المكان في مقر العناقيد، واجتمعنا مع الأخوان اليوم ونقلنا لهم بعض التجارب، وما في شك حتى التجارب اللي حتسمعونها ولا تتابعونها ما في شك وراها جهد وراها تعب كبير جدا، ويمكن طلعنا الخلاصة، ولكن أكيد أنه فيه تعب وفيه مشقة، وأكيد النجاحات هذه ما تجي إلا بعد تجارب وبعد أشياء. فدائما أكرر للشباب أقول حاول إلى أن تصل النجاح. أهم شيء أنك لا تتوقف من محاولاتك. الناحية الثانية بعد توفيق رب العالمين، كن ذو همة وعزيمة وإرادة، ويكون هدفك لا تضع هدفك أمامك أنه صعب نهائيا. الأهداف صعيبة سهلة على أصحاب الهمم، سهلة جدا لأصحاب الهمم، وصعبة للناس اللي نقول كسولين أو يدوروا الأعذار أو كذا. لكن الشابة اللي أصحاب الطموح أصحاب الهمم، كل المنجزات اللي أنجزتهم ينجزون أحسن منها وأكثر منها بكثير وأفضل منها. أنا فخور جدا باجتماع معكم، وأنا فخور بشباب المحافظة بصفة خاصة، بشباب وطني بصفة عامة. ما شاهدنا في أمريكا من تفوق على مستوى العالم والمركز الثاني في المبدعين، هم هذول هم، والمحافظة يعني المبدعين فيها والحاملين شهادة الدكتوراه وفي كل المجالات موجودين. تمام، يمكن في خبر أول مرة تدرون عنه، ولكن ترى في واحد يمكن أنا ما بقدر أقول اسمه، وكان حتسألون عنه هتعرفونه بعدين. الأمس تقريبا اختير من المملكة حيكون رائد فضاء قرني نقيب، ما بقول اسمه لأني ما أدري عن والده يبغاني أقول اسمه وما أقول اسمه، ولكن حتسألون حتبحثون. وهذا شرف لمحافظة بلقار، شرف لأسرته، شرف لقبيلة بلقار بالكامل، شرف لنا جميعا أن يكون رائد الفضاء القادم من أبناء محافظة بالقرن من العلاية، من سلطة العلاية. وتقريبا هو الأسبوع القادم حيكون في أمريكا، وحيكون هو رائد الفضاء الثاني من أبناء محافظة بالقرن قرني من سلطة العلاية. نتمنى له التوفيق، هذا هم المبدعين، هذا هم. ولا تستغربوا أيضا أنه في المستقبل يكون فيه مبدعين في الطب ومبدعين موجودين الآن، ولكن القادم كبير جدا جدا. يعني قدم فترة نحتفل في عفرة بأربعة حصلوا على شهادة الدكتوراه من أسرة واحدة، وقدم كم يوم في الشعب كم واحد من أسرة واحدة حصلوا على شهادة الدكتوراه. شباب المحافظة كلهم الآن في تنافس كبير جدا، والرؤية تتطلب ذلك أن يكون في مبدعين وفي وسوق المنافسة حيكون سوق قوي جدا. فبالتالي إذا لم تكن مبدع ولم تكون ذو إمكانيات عالية، يعني ما بتكون لك فرصة، ولكن ما هي الفرصة اللي تطمح إليها. شكرا لسنابكم كثير. الله يعطيك العافية وتسلم، وما قصرت، وإن شاء الله نحتفل معك في الدكتوراه قريب إن شاء الله. الله بإذن الله قريب إن شاء الله، واللقاءات القادمة إن شاء الله تصبح خير إن شاء الله بإذن الله تعالى. الله يعطيك العافية. الله يستر عليك. شكرا.